مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نعملو لازانيا كما قاعدين تراو. عندي موتزاريلا عربي، عندي فروماج رابي عادي، وعندي الفروماج هذا هذا لهنا. طيبت صوص بشاميل. باش نقولكم شنو هي الكونتيتي اللي باش نعملها. عملت مغرفتين فارينة، عليهم مغرفتين زبدة، خليتهم حتى لني دخلت الزبدة في الفارينة بلوتو في الزبدة، قعدت نحرك فيهم، ومن بعد زدتها إترا غير ربع حليب، معناتها زدت الحليب وقعدت نحرك، حطيت شوية نواد موسكات، شوية فلفل أكحل، وشوية ملح. حتى اللي طابت لي الصوص بالطريقه هذه جاتني. زدتها في الاخر كيف طابت سيق، قعدت نحرك فيها كيف طابت زدتها الفروماج. تنجموا تزيدوها الفروماج الرابي هذا، كيما تنجموا تزيدوا اي نوع نتاع فروماج اللي تحبوه نتوما. هذا بالنسبه للصوص بيشاميل. بالنسبه للصوص العاديه، انا راني اليوم باش نعمل لازانيا بالدجاج. قصيت بصل، قصيت الدجاج دي كوب كيف ما هاكي، قليتهم بالكدا، من بعد زدتهم طماطم، فواحد طماطم مكعب، فواحد زدت شويه تابلو كرويه، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه كليلو زعتر، عملت ثوم بالزيت، طيبت الصوص نتاعي بالكدا، تحطوا فيها ورقه رند. وتوا ما قعد كان باش نعملوا المونتاج تاع اللازانيا، ما تاخذش ياسر وقت، تحضر فيه ساعة لأي واحد مزروب ينجم يحضرها. لهنا عندي الأوراق تاع اللازانيا، وباش نبداو توا باش نبداو المونتاج تاع اللازانيا بتاعنا. أول حاجة أنا نحط الصوص الحمراء باش تجيب لي اللازانيا بالكدا، خاطر أنا نحط البات نية من طيب ما نصمتهاش في الماء، فما برشا عبيد يصمتوها في الماء ومن بعد يحطوها، معناها نص طياب. انا لا، نحط لها صوص من اللوطه باش تجيب بالكدا. توا باش نبدا نحطوا البات نتاعنا، هذو ما هما اوراق اللازانيا. الاطراف هذوما باش نقصولهم، الاطراف نقصولهم كعبه ونعبيوهم. توا باش نبداو نحطوا الصوص بعد ما كسرنا البات بالطريقه هذه. بعدها نحطوا الصوص بشاميل تاعنا، كيف ما قلت راني انا حطيت فيها الفرماج، كيما تنجموا تزيدوها شويه كريم ليكيد، كريم ليكيد سالي بيان سور، تجي خاطره شويه وتجي بنينه وقويه. لهنا باش نحط الموتزاريلا متاعي، توا نحطو الفرماج رابي العادي اللي عندي، ماهوش مالح الفرماج اللي عندي، نقراو حسابنا في الملح خاطر باش نحطو فيها الفرماج. وتوا باش نحط الفرماج هذا، ماذا بيكم تعملوها مشخشة بالفرماج باش تجيكم بنينة برشا، خاطر تصير بنتها في الصوص وفي الفرماج كيف كيف. توا بعد ما حطيت الفرماج هذا باش نعاود كالعادة من الأول وجديد بنفس الطريقة، تبقى لازانيا بعدها صوص، ومن بعدها صوص بشاميل، كل عاده نعملوا الفرماج ومن بعد نوريكم الريزولتا. توا حطيت الصوص نتاعي وحطيت فوقها صوص بشاميل، حطيت الفرماج، مقعد كي باش نزيد الفرماج الرابي وباش نزيد الموتزاريلا من فوق.
نزيدوا الموتزاريلا. الباتو نتاعي هذا هز طبقتين من اللازانيا، حطينا الفرماج بالكديش شخشخناها، حطينا الصوص بيشاميل، حطينا الصوص العاديه طيبتها بالسكالوب. وطوى اهم حاجه باش نغطي البلاتو نتاعي الكل بالالومنيوم من فوق ومن اللوطة، نخليها تطيب بالكدا. وقتها نضمن اللي البات نتاعي طابت وصيي، وقتها نحي الالومنيوم ونخليها تحمر لي شويه من فوق. باش نبدا ولهنا سكرت الطبق نتاعي بالكدا بالكدا بالالومنيوم باش نحطها تطيب على 220 درجه. وكيف ما قلت كيف نحس كيف نتفقد ونشوف لي البات نتاعي طابت، وقتها نحي الالومنيوم نخليها تحمر شوي من فوق. توا هذه اللازانيا نتاعي حضرت، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسيت. ان شاء الله عجبت لكم الرسيت، ما تتكلفش برشا، ارخص من اللازانيا باللحم المفروم، وبنينه نفس البنه نفس التشخشيخ. ان شاء الله عجبتكم الرسيت. اذا كان عندكم اي سؤال تنجموا تخليوا لي كومنتير. كيف كيف ما تنسيوش اللي جديد في القناه نتاعي يضغط على كلمه سابوني، فعلوا الجرس، وهكذا تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما نهبط رسيت جديده. بالسلامه.